بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيانا لكم واهلا ومرحبا بكم الى لقائنا هذا من برنامج يسالونك عن الانسان والحياه نحن معكم على الهواء مباشرة على أرقام الهاتف صفر واحد ثمانمية وثلاثة وخمسين ثمانمية وأربعة ثمانمية وثلاثة وخمسين ثمانمية وخمسين وثمانمية وثلاثة وخمسين ثمانمية ستة وأيضا على رقم الواتساب ستة وسبعين أربعة وستين أربعة وتسعين تسعة عشر الذي يمكنكم أن ترسلوا أسئلتكم عليه نصية وأكرر مجددا لا يمكن التواصل عليه معنا من خلال الاتصال لا نستطيع اخذ الاتصال لو اتصلتم على رقم الواتساب اذا رقم الواتساب فقط لكتابه الاسئله وارسالها ونحن نجيب عليكم او على اسئلتكم على الهواء مباشره معنا سماحه الشيخ زهير قوصان حياكم الله الله, حيا الله, الله الله وعلي. الله الله يتقبل منكم ان شاء الله مولانا مولانا بيقول انه عائلتي حولي يعني ولكن دائما يحاربونني وعلى كل الجبهات وهذا شهر الله الشهر الفضيل لا استطيع ان اتعامل معهم ولا استطيع ولا اريد ان اخذ الاثم يعني بمقاطعتهم فماذا علي ان أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندفع السيئة بالتي هي أحسن وبالتالي الواضح من سؤال الأخ أنه متضايق ومنزعج من المقاطعة ولا يريد أن يعرض نفسه للإثم فلا خيار له إلا من محاولة التواصل معهم فإذا هم صدوه حينئذ يكون قد قام بما ينبغي عليه أن يقوم به وتخلص من موضوع الاثم اثم المقاطعه وما شابه. يعني المهم الواحد ان يبادر سيد إيه؟ الشيخ انه هو يبادر هلا وقت اللي هم بيصدوه وهنا بيرفضوه هو بيكون عمل اللي عليه م. فالاثم بيكون عليهم هو ما علي شيء. اريد ان اسال هل يجوز أن آخذ كلفة علاج من شخص سبب لي حادثا يعني تارة يكون هو متسبب بالحادث على نحو يوجب الضمان نعم فهنا مش فقط يجوز بل يجب على المتسبب أن يتكفل بالعلاج إذا كان هو المتسبب بالأذى والضرر الذي اضطره إلى العلاج، يعني كما لو صدم شخص شخصا بسيارة هو هيك نعم صدمه بسيارة، فهذا باعتبار أنه هو المتسبب فعليه أن يتحمل نفقة العلاج، فبالتالي نعم يمكن أن يأخذ منه يمكن أن يأخذ منه بتقول يا مولانا انه انا تزوجت ابن عمي على اكمل وجه دفع لوالدي المهر الكامل وابن عمي يحبني يحبني واحبه وقام عمي وكتب لابي ورقه خطيه بان اكون مساعده او اساعد لوالدتي في البيت وفي المساء أذهب إلى بيت زوجي وكان أبي مسافرا مع أمي وأخواني ولم يحصل أي خلاف بين أبي وعمي بعد ذلك حصل خلاف بين أبي وعمي عبر الاتصال ثم اتصل ومني أن أترك بيت زوجي وأذهب إلى بيت عمي الثاني الذي هو ساكن في بيت آخر المهم شيخنا بهالحالة هيدي أنه هل فيني انا اترك بيت زوجي والتزم بكلام ابي؟ طبعا لا دخل لابيها ولا سلطه لابيها عليها في هذا الموضوع. اساسا كل الاتفاق الذي بين ابيها وعمها على ان تقوم بمساعده امها فاذا لم يكن هذا برضا الزوج فيما لو كان ينافي حق الزوج فإذا لم يكن برضا الزوج كل هذا الاتفاق لا قيمة له وبالتالي الخلاف الذي وقع بين عمها وبين أبيها وأدى إلى طلب منها أن تترك بيت زوجها أصلا هذا كله لا علاقة لها به ولا سلطة لهما لا أبوها ولا عمها عليها حلو. فهي عليها ان تلتزم بيت زوجها وتبقى مع زوجها ما دام انهما متحابان متفاهمان ولا شيء بينهما فعليها ان لا تسمح للخلاف بين ابيها وعمها ان يعكر صفو حياتها الزوجيه يعني هلا أنا بيحاول الاب انه ياخذ زوج بنته وبيحاول العم انه يضغط على ابنه وبالاخر الزوج والزوجة هن راحوا ضحيه ما بين فعليهما م. على الزوج والزوجة أن لا. لا يلتفتا إلى هذا الخلاف ولا يعيراه أي انتباه لأنه ما له علاقة ما, ما لهم سلطة يعني لا أبو ولا أبوها لهم سلطة عليهم يعني فلتكن آه بكلمة واحدة أن خالفي رأي أبيك بهذا الموضوع لا لا سلطة لأبيها عليها في هذا الموضوع. طيب، هل حصت الزوجة من ميراث من ميراث زوجها في البيت عند بيعه فقط آه الثمن؟ فمن البناء دون الأرض، أم في القيمة الكلية للبيت الأرض زائد البناء؟ يعني طبعا أنا بالنسبه للبناء على راي من يرى ان الامراه لا ترث من العقار اي الزوجه لا ترث من العقار نعم no. فتعطى قيمه البناء والشجر وما الى ذلك اذا كان مزروع اما بحسب راي السيد فضل الله فلا بد ان تاخذ من الجميع يعني حتى يمكن ان ترث من العين وان كان الاحوط وجوبا التصالح بحسب ما يرى والا هي لها حق في كل ما يتركه الزوج تماما كما الرجل من الارض ومن كل شيء. البناء ومن كل, كل شيء, شيء. وهذا ما نص عليه القران ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ولهن الثمن مما تركتم ان كان لكم ولد بعد خلق تحكوا موضوع التدخين وافطاريته وعدم افطاريته شيخنا يعني هو ليس مفطرا ولكنه محرما وعلى الانسان ان يجتنب المحرمات في نهاء في ايام شهر رمضان المبارك حيث ان النبي صلى الله عليه واله قال افضل الاعمال في هذا الشهر الشريف الورع عن محارم الله فكيف للانسان ان يطمح لنيل ثواب شهر رمضان ومع ذلك يرتكب ما أفتى الفقهاء بحرمته لا. ولو بحسب تقليدها هل أستطيع أن أفصل بين الصلاة أصلي الظهر مثلا ظهرا والعصر عصرا ما في مشكل ما في مشكلة لأن الجمع ليس ألزامي الجمع على نحو الترخيص عادة بنقال في عزيمة ورخصة شيخنا، هو شو, أيه. شو يعني العزيمة؟ العزيمة هو ما يجب فعله آه. وما يلزم به، أما الرخصة هو ما كان الإنسان مرخصا بين أن يفعله أو لا يفعله، فالجمع بين الصلاتين رخصة وليست عزيمة، آه. وليس عزيمة، والتفريق أفضل كما يعبر السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه في رسالته العملية. نعم آه. هل يجوز الافطار قبل غياب الحمره مع حلول المغرب؟ عن سماحه السيد فضل الله وبحسب راي سماحه السيد لا مشكله في الافطار عند سقوط القرص وقبل زوال الحمره المشرقيه. فالتاخير من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، يعني من لم يرد ان يتاخر الى زوال الحمره بمجرد التيقن من سقوط قرص الشمس يمكنه الافطار والصلاه. نعم. بخصوص آيات السجدة شيخنا هل يجب إذا سمعنا أو قرأنا آية السجدة أن نسجد بكامل شروط السجد لا. السجدة؟ لا يكفي أن يسجد هيئة السجود فقط يكفي هيئة, هيئة السجود لا لا بده وضوء ولا بده طهارة ولا بده ما يصح السجود عليه أو ما لا يصح السجود ولا فيها ذكر هلا يستحب ان ياتي بذكر الله سبحانه وتعالى اي ذكر يمكن ان ياتي به ولكن ليس واجبا فقط هيئه السجود مم. فيني روح لعند طبيب الاسنان نظف اسناني في شهر رمضان وانا صائم الذهاب الى طبيب الاسنان اثناء الصيام لا اشكال فيه بشرط ان لا يبتلع شيئا اثناء العمل فاذا بيضمن ما يبلع شيء وبتأكد انه ما عم يبلع شيء ما في مشكله لو حصل شيخنا وهو على اساس انه متاكد اذا قهرا وبدون قصد ما في مشكل اما اذا مع القصد مشكل بخد اتصال تفضلوا الو الو <applause> 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 <عليكم تصفيق> السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه <تصفيق> الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك شيخنا الفاضل بالنسبه ل المريض اللي مرضه مستمر له ثلاث سنين كان عادة عم يدفع فدية الصوم عند حلول شهر رمضان وزكاة الفطرة بنية القرض هلا سمعت انا وقلت له انه بالنسبة لفدية الصوم بدك تدفعها لحلول الشهر السنة القادمة صحيح قال لي بس اني حالتي يقوص مني وان يكون بسبب مرض المستمر بناء على راي الطبيب وبناء على حالته الصحيه يعني مش لح في صوم بين السنه هي والسنه القادمه آه قلت له هاك الحكم الشرعي بس هلا بسالك الشيخ زهير وبنشوف اذا إلى مخرج شرعي هلا السؤال توضيح السؤال انه ثلاثة سنين السنتين اللي دفعهم بالقبل اوريدي آه دفعهم هل إذا ما إلى مخرج شرعي إلا بهالحالة يعني هو دفعهم قبل سنة؟ قبل الشهر الجاي حتى مش مشكلة. قبل الشهر الجاي السنة الجاية لأنه واضح 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 بحاجة لإله. نعم دفعهم قبل ما هاي هاي سنة سنة بالنسبة للي دفعوا مش الحال أما بالنسبة للسنة هاي بده ينتظر لحلول شهر رمضان القادم يعني ما فعله فعله, فعله خلص بعد مم. اللي راح طيب. راح هلا بهيك حاله مم. اللي راحت راحت هلا بهيك حاله انه المصار اللي عم يبعثوا للناس بحاجه لإلهم يعني في داعي ليضل مخليهم للسنه الثانيه في يبعثهم بنيه انه هول عن السنه اللي قبله وبعدين بيخرجوا لنا ما في مشكله ولا الى مخرج شرعي هلا هو ما في أه؟ داعي لها يا اخي خلص خلص ينتظر للسنه القادمه، يعني هلا الفقراء يعطيهم شيء ثاني للفقراء. ما يعني دام عم يدفعوا يدفع. يعني ويدفع يدفع و... أي فضاء. شيء، أي شيء يعطيهم يعني بقى... إذا حابب يعطيهم يعني. هو الآن فيه مش مكلف يدفع. اللي... إيه. الآن ما مكلف يدفع في يعني اوكي بس اللي دفعان خلص مشي اه الحال هلا اللي عمله عمله هلا بدنا هلا من اليوم ورايح وزكاة الفطرة بيقدر يدفعها من اول الشهر بعنوان زكاة, زكاة الفطرة اه ال... بس زكاة الفطرة في يدفع بنية القرض بيقدر يدفع بنية القرض وبيقدر يدفع بنية زكاة الفطرة من اول الشهر اه اوكي طيب ما في ما مشكلة اهلا وسهلا ابرة البوتوكس شيخنا بتفطر شيء لا ما اذا كبروا شفاف ما بيسطروا <applause> <applause> لا طيب اذان واقامه واجب ام مستحب الاذان والاقامه مستحبان وليسا بواجبين بسوره لقمان شيخنا الايه 18 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، يعني شو جو الايه؟ عن شو عم تحكي؟ يعني هذه الايه تتحدث عن بعض الاداب في طريقه وسلوك الانسان في تعامله مع الناس بان لا يمشي متبخترا مشية التكبر والخيلاء والاستعلاء وان لا ينظر الى الناس نظرة مواربة كانه لا يعجبه احد. مثل. يعني تصعر خدك هو اللي بمعنى انك تميل بخدك هيك كانه والله انا ماشي وما حدا ما شايف حدا قدامي، ما ما حدا معبي عيني. يعني شيء من الاستخفاف بالاخر. المختال الفخور هو هو الانسان المستعلي، الانسان المتكبر، الانسان اللي شايف حاله على الناس بيمشي بالطريق ما حدا ما شايف حدا ما حدا معبي عينه ما شاعر بقيمة أحد من الناس نعم. فهذا خلاف الأدب نعم. شيخنا أمس حكينا عن الشخص اللي وقع من طوابق من الطابق الرابع ووجع على الأرض وكان مخزن قات لا الظاهر أه عم يرجع يصحح لنا خينا اللي سال انه أه مش انا اللي حاولت اني اشيل القات، يعني هو بعد ما وقع كان مفروض رفقاته الشغيلة اللي معه هن يقيموا القات من من فمه فاللي صار انه انا بناء على ذلك انه هن المفروض ينتبهوا انا ما ما باليت يعني وما اهتميت بالامر وفعلا اخذوه على اخذناه على المستشفى وقت اللي صار كان على بطنه وقت صار على ظهره شرق ومات هل انا بتحمل اي مسؤوليه؟ <applause> هو لا كان... لا بيعرف انه في قات ولا هو بيعرف رفقاته بس هو على اساس انه اصدقائه او رفقاته الشغيله هن مفروض يهتموا بهذا الامر مش مساله انه مفروض يعني انا وقت اللي بدي اسعف انسان ما بدي يجي يقول والله هاي مفروض انا اعملها وهي مفروض فلان يعملها المهم هو اذا كان عم بيقوم بعمليه الاسعاف وبهيك حاله الانسان قد تفوتوا ي... بعض الامور ما, ما يلتفت لبعض الامور صحيح. طبعا هم ما بيتحمل مسؤوليه لانه هذا محسن وليس على المحسنين سبيل هل يتوجب علي دفع الفطره عن الضيف في حال نام عندي او فطر عندي ونام في بيته طبعا فيما لو بات الضيف عند المضيف ونام عنده ليله العيد فعلى صاحب البيت ان يدفع زكاه فطرته اذا نام آه. عند صاحب البيت يعني بحيث في مساله تاره نجي نسهر عند بعضنا يمكن تمد السهره للصبح نعم <applause> بس لا يصدق أنه نحن صرنا عيال من الناحية العرفية أنه صرنا عيال على صاحب هذا البيت أما الضيف اللي جاي ينام عندك لا. واضح لما هو جاي ينام عندك يعني أنت بدك تس... تكون مسؤول عن أكله وشربه عيلولته كل ما يحتاجه من نفقات فيصدق أنه صار عيال عليك أما بعض الناس لما بيسهروا عند بعضهم للصبح لا جايين إحنا نسهر غاية الأمر أخذنا الوقت وطلع الصبح وبعدنا نحن سهرانين مع بعض فلا يقال عرفا أن هؤلاء أشخاص صاروا عيال على صاحب البيت أما الضيف الذي يحل عليك ومن نيته أن يبيت فهذا يصدق أنه من أفراد العائلة وعائلا عليك آه يمكن أن أفطر إذا سمعت أذان أهل السنة باعتبار انه الجماعه باذن في الغالب على سقوط القرص فاذا تاكد انه هذا الوقت الاذان هو موافق لوقت سقوط القرص فلا اشكال في ذلك اما اذا كان عنده شك بانه مبكرين او قبل سقوط القرص فحتى يطمئن يعني فل يلقي نظره اه فقط يتاكد انه فعلا هذا الاذان صحيح ولا لا يعني بوقت سقوط القرص ولا لا فغالبا غالبا هيك بس هلا يا اخي واحد بكر شوي، واحد ما انتبه للساعه، حط الاذان قبل بوقت، يعني اذا صار عندك شك لابد ان تحرز وتطمئن. بيقول بسوره الانفال اي رقم 11، احسست انها تطمئنني فقد كنت في حاله قلق على اهل غزه ومجاهديها من شده المطر الذي نزل دون انقطاع. ولكن عندما قرأت الآية وكررتها آه لم أفهم معنى الترابط ما بين المطر وربط القلب وتثبيت الأقدام لا المسألة تتحدث عن واقعة بدر م. ومعركة بدر أن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر وتثبيت الأقدام فلعله كان طبيعة الأرض اللي كانوا يتحركوا عليها المجاهدين في تلك الفترة فيها شيء من مثل الرمال لما تكون رمال مثل رمال البحر وما شابه لما بينزع عليها المطر تتماسك شوي <applause> فبيصير الحركة عليها أسهل هذا هو هذا هو الربط هذا إذا أخذنا بالأمور الظاهرية يعني ما رحنا إلى الأبعاد المعنوية الروحية <applause> أما مسألة نسقة الآيات على بعض الاحداث هذا ما معلوم انها فعلا تتناسب او لا. عم تقول شيخنا انه آه رأت مشحات بعد انتهاء ايام العاده، هل عليها الغسل والصوم؟ اذا كانت بعد انتهاء الدوره الشهريه م. وقبل مضي عشره ايام من الغسل. كل ما تراه من دم فهو استحاضه وبالتالي عليها ان ترتب احكام الاستحاضه فبالنسبه للصيام تصوم ولا شيء عليها اما بالنسبه للصلاه فعليها ان تراعي كميه الدم ان كانت قليله فتكتفي بالوضوء لكل صلاه ان كانت متوسطه فعليها الغسل لاول صلاه والوضوء لكل صلاه واذا كانت كثيره فعليها الغسل لكل صلاه لكل صلاة يعني خمسة أغسال ولا ثلاث أغسال. أغسال. غسل قبل صلاة الفجر غسل قبل الظهرين وغسل قبل المغرب والعشاء نعم ألو؟, ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إذا أحكي مع سمحت تفضلي أنا عندي الضغط وعندي قلب وقالوا لي الحكيم مصومة بس أنا هون بضلني هيك ضميري أنبني بحاول بدي صوم بقول اليوم بدي صوم بس عندي تعب بضل عندي تعب ما عندي ما بيجوز الصيام في مثل هذه الحاله اذا كان الصوم يوجب الضرر والحكيم قال لك ما بيصير تصومي وانت عم تشعري لما عم تصومي عم تتضايقي آه. فهذا الصوم غير صحيح وباطل بعد ما صمت ولا نهار بحاول بدي صوم بس في عندي تعب بجسمي بضل ما عم بتقول ما هي اذا بعدك <applause> يعني ما صمتي لا صوم و... و... وعندك تعب فكيف آه. اذا صمتي آه. خلص م... تكليفك الافطار ايه طيب شكرا اهلا وسهلا فيك طيب انه خيي عم يعذبنا ضميرنا شيخنا انه كيف بدنا نفطر يعني عم يصير في معنا نشاف و... لا يطاع الله من حيث ينصر عم ينشف المي بعروقنا وعم ي... هيك عم يقولوا الكبار يعني انه انه الله قال لي الكلاوة كمان و ما هو في حال كان الصوم موجب للضرر ومع ذلك تكلف الانسان الصوم واضر به الصوم فصومه باطل وهو اثم كمان ايه يعني لانه يعني عرض نفسه للضرر وخالف التكليف الشرعي، تكليفه الشرعي الافطار وليس الصيام فهو عم يعني كما يكلف الانسان بالصوم أو يكلف بالصلاة يكلف بالإفطار يكلف بالإفطار. <applause> طيب أولادي دفعوا زكاة الفطرة وقرروا المبيت عندنا هل يجب على أبيهم أن يدفع عنهم مرة أخرى؟ إذا تبرعوا عن أبيهم ما في مشكل. يعني اللي دفعوه شيخنا شو حكمه؟ دفعوا الآن. م إيه الآن مقدماً. إيه, أيه. وجوأ قالوا نحن بدنا نتبرع ندفع زكاة الفطرة عنك ما في مشكلة. فيهم هلا يعني هو إيه على اساس انه عارفين انه نحن بدنا ننام عندك والفطرة مم. عليك بس بدنا تسمح لنا نتبرع عنك نحن نعم ايه ما في مشكلة مم. عم تسالنا انه يعني وضوء واحد للظهرين يعني هو بصير وضوء واحد للظهرين ووضوء مش أه وضوء غسل غسل, 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 غسل بالنسبة للوضوء وضوءات لا وضوءات لكل صلاة وضوءات لكل صلاة عندي موعد مع الدكتور وبده يدخل مادة سائلة بين فقرات الإصبع اليد بواسطة إبري هل تؤثر على الصوم؟ لا أي إبري هذا علاج دواء ليس غذاء نعم يعني هي المشكلة بالغذاء بالغذاء من كان مريضا من كان عطفا على سؤال الماضي الأخت المسافرة التي تنتظر جهوز أوراقها قالت لا تحب أن تفطر حتى تعيش أجواء الشهر الفضيل وتقول إنها مرتاحة في السفر فلا مشقة ولا تعب وإذا أرادت فإنها تعيد هذه الأيام السؤال هل في صيامها معصية لأن حكمها مترددة في البقاء بهذا البلد ثانيا كيف يمكن إقناعها أنه يجب الإفطار بالسفر حتى ولو لم يكن هناك مشقة بالنسبة لمن أراد فرضا هي عم بتقول مستعدة تقضيهم م. إيه فهون بإمكانها هي تبقى بدون ما تاكل وتشرب فيها إذا موسيقيا. هي حابة تتشبه بالصائمين آه. وتعيش أجواء الصيام فلا بأس ولكن بدون نية الصوم بدون أن تنوي الصوم إذا هيك ما في مشكل يعني أنت أفرض اليوم ما حبيت تاكل لا. وما في أي ضرر عليك ولا في أي تعب ولا مشقة ما حبيت تاكل شفت الناس كلها حولك صائمين حبيت تكون مثلهم تشاركهم ولو بالشكل والصورة بدون نية الصوم ما في مانع وتؤجر يعني غايته مش تعرف حرام انه نضلنا ممسكين فبس حرام تعرف حاله انه هي هي مش صايمه وهاي الايام بدها تقضيه فاذا عندها استعداد تعيش هذا الجو ما في مشكله طيب بدون نيه الصوم بشرط من كان منكم مريضاً أو على سفر وإذا كانت لا تفطر أثناء العادة الشهرية لأنها لا تعتبر نفسها مريضة كيف نقنعها أيضاً؟ أولاً مسألة العادة الشهرية ما العلاقة بالمرض يعني ما حدا يربطها بها هلأ صح أن بالتعبير الدارج احيانا لما مثلاً بدها تعبر عن نفسها انه بالدوره الشهريه او حائض حتى ما تستعمل كلمه حائض او كذا بتقول مريضه لكن هي آه في الحقيقه ليست مريدة. مريضه آه يعني اسم هي اسم... حاله طبيعيه تحصل مع المراه في كل شهر مره هذه ليست مريضه ولا مرض ولا له علاقه بالمرض وعندما اوجب الشارع عليها الافطار لا لانها مريضه وانما لان من شروط صحه الصيام ان تكون المراه طاهره من الحدث الاكبر كحدث الحيض او النفاس هذا هو فلا علاقه لها بالمرض حتى تقول والله انا لا اعتبر نفسي مريضه فمن تصوم وهي في حاله حيض ونفاس مع علمها بان على الحائض الافطار والقضاء فيجب عليها ان تقضي هذه الايام التي صامتها في هذه الحاله. نعم. أه السؤال شيخنا انه عم تقول يعني شبيه بالسؤال اللي مر قبل شوي واتصلت فيه الاخت حكت انه جسمها تعبان كثير واعضامها بي... كلها بتوجعها عندها ترق او اعظام أه الحكيم عم يقول مش لازم تصومي. وانا كمان عم تحس بالذنب انه بالصوم يا عمي الله عم بيقول اذا كنتم مرضى فعليكم ان تفطروا اذا كان الصوم يضر بكم عليكم ان تفطروا اذا خفتم الضرر عليكم ان تفطروا ليش بدنا نحس بالذنب يعني ما الله سبحانه وتعالى اعطاني هذا الحكم والله الذي اوجب علي هذا الامر أنا ما عم بخترع من عندي حتى أشعر بالذنب. من يشعر بالذنب هو الذي يفطر بلا سبب، والله بلا مش عم يشعر عذر. بالذنب هداكي ما. يعني لازم يشعر أه. أه. ولازم بالذنب. لازم يشعر أه. بالذنب صحيح. أما أنا مريض، م. الله سبحانه وتعالى قال لي إذا كنت مريض فلك الإفطار، ويمكن لك أن تفطر. إذا ما كان مريض وخاف أن يتمرض بسبب الصيام، جاز له الإفطار. شو لا. أعبدك بدك اكثر من هيك أه... تقبل الله اعمالكم اسماء الله الحسنى أه... اسم نقول الملك او المالك انا أدعي كل يوم باسم كنت أكو اقول الملك صح ام خطا هي في الملك في المالك يعني في الاسمين هو المالك هو الملك إذا تبين بعد سنوات أن الوضوء غلط يعني كان في غلط بوضوئي منذ مدة بعدين انتبهت يعني شفت حدا عم يتوضى صح وصححت وضوئي هل علي أن أعيد كل صلواتي؟ يعني حسب طبيعة طريقة الوضوء إذا كان مثلا أصل الوضوء باطل يعني كأنه ما متوضئ اما اذا في خلل ببعض يعني مثلا امور كيف كان يمسح او طريقه المسح بس هو عم يمسح عم يغسل يعني نفهم كيف وضعه فهلا هو يبني على الصحه ويتوكل على الله يعني ما دام ما متاكد 100% من بطلان الوضوء يبني على الصحه ويتوكل على الله ما هي الاعمال التي توجب البطلان بطلان الصلاة إذا سهينا إذا صار في حصل سهو شو ممكن يبطل الصلاة يعني هون إذا زاد ركنا من الأركان كزيادة ركوع مثلا م. ركع أول مرة رجع ركع ثاني مرة ولو سهوا تبطل الصلاة نعم طيب إذا سهو بين يعني شك خلنا نقول شك بين الأولى والثانية لا الشك بين الاولى والثانية ما بيبطل الصلاة، آه عفوا الشك بين الاولى والثانية يعني طبعا يبطل الصلاة آه. أه والشك بين هذا مش سهو هو عم يسأل السهو إذا عم, عم, شي بقول سهو. عم قول عم حتى نعمم الإفادة الشك بين الـ الـ الرابعة والخامسة كمان ما كمان بيبطل الصلاة ما بيبطل الصلاة في له حل له علاج حسب موضوعه هو جالس إذن السهو السهو إذا حصل زياده ركن الأركان او نقيصه مثلا أو نقيصة. واحد صلاته اربع ركعات ما شاف حاله الا مصلي خمس ركعات آه. هون زاد ركعة, ركعه كامله, كاملة. او خلص صلاته وتبين انه هو مصلي ثلاث ركعات وهي اربع ركعات نعم لا اذا حابب في أعمال يعني اخرى اذا حابب خينا او اختنا اللي عم تسال يعني في عدد امور السؤال بالضبط لا في عده امور توجب بطلان الصلاه ولو وقعت سهوا يعني بدنا نعرف شو هي الاعمال صحيح هلا يعني نقعد نستقصي الوقت ما بيتحمل نقعد نستقصي كل الاعمال لا. نعم اريد جوابا على هذا السؤال عندما اتواجد في حمام البيت وعندما اكون اتوضا او احلق بقني اقرا القران او انشد لطميه فهل في ذلك اثم او يكره ذلك ما في مشكله بالعكس يستحب ذكر الله سبحانه وتعالى تقدم لخطبه اختي شاب من المسلمين السنه فهل يجوز ذلك من حيث المبدا لا اشكال شرعي في ذلك الزواج صحيح يبقى المساله انه مزاجهم ورغبتهم وطبيعة الشاب المتقدم هل هو مرضي ليس بمرضي اخلاقه سلوكه تصرفاته يعني اما من حيث المبدا لا اشكال في ذلك. المسلم كفء المسلمة كفء المسلمة نعم. اخر آه بعد ان نقول بدعاء نقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. دعاء للناس المؤمنين بس والأحياء منهم يعني عن ناس شو يعني مضبوطة الأحياء منهم والأموات ولا, ولا يعني ابتدعي لكل الناس اللي بعضهم الأحياء واللي ماتوا بتقول اللهم اغفر للمؤمنين كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى حيا كان أو ميتا عم تطلب أنت الله يغفر له شو بدك أحسن من هيك دعاء عام شامل ما خصصت والله جماعة معينين أو أشخاص بعينهم عم يقول غسل الجمعة بعد الظهر وقبل الغروب في أجر ولا ما في أجر إذا كان عم يجيبوا قضاء عما عم فاته لأنه ما أدرك الغسل في بداية النهار فما في مشكل في نعم. أجر إن شاء الله يعني ما هو آه على رأي سماحة السيد شيخنا حتى يوم السبت فيك تأتي به قضاء، إذا ما قدرت تغتسل الجمعة لسبب من الأسباب فيك تغتسل السبت قضاء. مم. طيب بخاخة الأنف شيخنا شو حكمها؟ إذا فيها عبارة عن قطرة مائية سائلة فبحسب رأي الفقهاء أنها مفطرة. والا الاصل اذا كانت مجرد هوا او شيء لا ما بياثر هل بموضوع الاطره شيخنا لانه الوضعيه بتكون مثلا البخاخه مثلا هو هو الواحد واقف ولا لا لا, لا علاق ما علاق إلى علاقة ما إلى يعني وضعية الجسم ما إلى علاقة يعني إنه بالأنف في في مجرى بيوصل لل مشكل أما هم. في غير الأنف ما في مشكل طيب هل حددت فطرة زكاة الفطرة هذه السنة؟ يعني ابتداء من 175 ألف ليرة عبارة عن تقريبا دولارين فصاعدا يعني كل واحد بحسب استطاعته بحسب قدرته اللي ما قادر يدفعها إذا واحد فقير ولا يستطيع أن يدفع لا شيء عليه يستحب له أن يدفع ولكن لا يجب عليه إذا أمكن تعطوني جواب أنا ما بصوم وبفطر آ... ع إذاعة الإمام يعني كيف ما بيصوم كيف يعني ما بصوم وبيفطر ما فهمنا أنا بصوم وبفطر ع إذاعة الإيمان بيمشي الحال يعني ما هذا إذا أنت مطمئن إنه هذا الأذان صحيح إيه ما في مشكلة هو واقع صحيح يعني إيه؟ انه ما في مشكله يعني اي اذاعه مش بس اذاعه الايمان ما دام انك انت سمعت اذان سواء عند طلوع الفجر او عند الغروب وانت مطمئن ان هذا الاذان بحسب التوقيت الصحيح فلا اشكال في ذلك يعني ما إلى ربط باذاعه معينه او تلفزيون معين المهم ان نحرص دخول الوقت انتو بتحطوا مواقيت الصلاة على الفيسبوك ليش ما بتحطوها على جروبات الواتساب يعني في في عنا على الواتساب بدو يعني اللي بيحب في يبعث رقمه ويكتب اشتراك وبالتالي بصير توصلوا كل اوقات الصلاة وهي الشغلات اللي سالنا عن موضوع البوتوكس شيخنا عم يقول انه لا يعني مش قصه تكبير شفاف قصه شو ما كان قصه تجاعيد شو ما كان لان احنا قصدي لا 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 ما بياثر يعني هاي لانه مش عم يدخل شيء على المعده مم. انا مطلقه لكن طليقي ظل ياتي الى عندنا وعم يعمل معي علاقه وحتى برمضان فما حكم هذا الشيء هل تقبل توبتي ام لا هل الله سبحانه وتعالى يقبل التوبه من الجميع اذا كانت توبه نصوحه بشرط عدم العود الى الذنب الذي نتوب منه أما على اي اساس يعني هي عالمه انه لا يجوز ومع ذلك كيف تسمح له بالمجيء وبالمعاشره هذا زنا يعني والله شو هالشاب اللي طلق من ميلي ورجع من يعني ميلي حتى, تاني هي الشي يعني حتى هي نفس الشيء حتى هي نفس الشيء نفس يعني هلا تارة في بعض الحالات مثلا بيصير في طلاق بين الزوجين وبيكون في أولاد وقد يكون في علاقات عائلية مثلا في قرابة في أو بحكم إنه والله تزوجوا فترة وصار في علاقة بين العائلتين أو لوجود الأولاد وبده يبقى يتردد على البيت مشان أولاده مشان كذا وبده يحافظ على هذه العلقة فلا إشكال مع الحفاظ على الضوابط الشرعية والأخلاقية ما في مشكل أما بده والله يتردد كأنه زوج ويمارس كل هذا خلاف الشريعة وخلاف الأخلاق وخلاف الأعراف طيب لو قلنا شيخنا أنه طلق طلاق عادي الزواج الدائم طلق في يعمل عقد منقطع حتى انه بيقدر طبعا بيقدر يعمل عقد بس هي عم تحكي حسب, حسب صحيح. حسب لا, لا ما في كان لا ما في ما في عقد يعني بس قصدي يقدر يكون في عقد منقطع اذا ما بدوش يرجع يتزوج يعني هو هذا انه, إنه اذا بدكم تبقوا تترددوا في مصلحه شايفين في مصلحه مثلا يا اخي بيشتغلوا مع بعض <applause> شركه زوج وزوجه عملوا شركه صحيح <applause> طلقوا بس ما بدهم يفضوا الشركه لانه فيها مصالح فيها مال فيها علاقات عمل فيها كذا ما بدهم يخربوها وما بدهم كمان بسبب تواجدهم مع بعض في مكان واحد في عمل واحد يوقعوا بالحرام <applause> بدهم يعملوا عقد ولو مؤقت طيب بيمشي الحال العلاقات الـ <applause> يعني اللي مش كامله شيخنا العلاقه نفس ما بين الرجل والزوج نفس الشيء هي حرام قصدي حرام ولكن اه هل تفطر؟ بحسب يعني المداعبات وما اشبه ذلك ليست مفطره اذا لم يحصل امناء ولم يحصل جماع للرجل ظاهر اه الرجل لم ما يحصل جماع ليس هناك مفطر صحيح هي محرمة صحيح هو مأثوم وهي مأثومة لو مارسوا هذا الفعل بس هذا لا يوجب فساد الصوم يعني تبقى صائمة هي ممكن ايه بس هي عم يرتكب ولكن مأثومة عم يرتكب حرام بأثناء الصوم عم يرتكب حرام يعني يعني اذا بدنا نشبه الموضوع التدخين نفس الشيء بهذا الموضوع يعني قد يكون يستره وما معقوله تحطه هاي مثل هاي نفس الشيء يعني حرام وهي هاي حرام وليست و... مفطره وهي حرام وليست مفطره بالضبط بالضبط يعني اذا آه. جل هلا بغض إجل النظر ايهما اشد حرمه نعم صحيح انه ايه بس كلاهما حرام وليس مفطره نعم ضرير عمره يقارب الخمسين عاماً كل يومين أو ثلاثة يحلم آه لكنه يخاف من أمه ما تسخن له الماء وعم يسأل ماذا يفعل بصيامه وكذلك صلاته عليه أن لا يخاف وعليه أن يتحمل لأن هذه المسألة ليست لا تتحمل جريمة يتحمل. لحتى يخاف لابد ان يغتسل ويؤدي ما يجب عليه من افعال الطهاره وفي اسوا الاحتمالات اسوا الاحتمالات يتيمم اها يعني في أه. يعني افرض انه باكرا قبل طلوع الفجر وعليه صيام مثلا نعم وما راح يقدر يقول لامه او يقول لاحد من اللي معه بالبيت يهيئ له مي وهو ما بيقدر يقوم بهذا العمل وحده نعم بسبب حالته فهون اقله يتيمم يعني بيصير في آه بيتيمم من اجل ان يدرك الصوم مثلا والله آه. اما بالمطلق يبقى هيك لا ما بيصير عم تقول آه شيخنا انه انا آه انشغلت بالمطبخ وعلى اساس انه بعد معي وقت ل يعني للسحور بعد معي وقت لحتى امسك وحطيت انا بالمطبخ حطيت بتمي تمره وبلعتها انا عم انا بلعتها وقال الله اكبر فشو حكم اذا اذن بعد ما كانت بلعتها يعني وقت اللي بلعتها ما كان مأذن ما عليها شيء وإذا لا كان مأذن ومع ذلك بلعتها. فهون إذا كان سمعت الأذان وبعد التمرة بتمها ما بلعتها. ومع ذلك بلعتها فهذا إفطار عمد عليها القضاء مع الكفارة. أما إذا لا بلعت وهي مفكرة إنه بعد ما طلع الفجر. م. ثم تبين إنه لا كان بعد طلوع الفجر هذا، فإذا كانت هي حاولت تتحرى وتتأكد أنه طلع الفجر أو لا فلا شيء عليها وإذا كان ما حاولت فعليها القضاء ولكن بدون كفارة يعني مرة أنا في بقوم بأكل أو بشرب بيتبين بعدين أنه أنا كان أكلي أو شربي بعد طلوع الفجر فمرة بكون حاولت أني أفحص أتأكد طلع الفجر ما طلع الفجر صار وقت الإمساك ما صار وقت الإمساك فما ما شفت اي علامه تدل على طلوع الفجر اكل لكن تحريت ايه حاولت اتاكد افحص ما تبين لي شيء اكلت شربت م. بعدين تبين لا كان طالع الفجر فهو لا شيء عليه م. صومه صحيح وعمله صحيح م. اما اذا لا انا مباشره قمت بدون ما اطلع بالساعه بدون ما اطلع بالجو بدون ما احاول شوف تلفزيون او اذاعه وكذا اكلت وشربت بعدين فحصت فاذا عليه القضاء. طيب. اذا انا فعلا فقت انا قبل الـ وقت الاذان، فقت قبل الاذان انشغلت نفترض اكلت مثلا سحرت وفت على المطبخ على اساس بعد معي وقت وانا بالمطبخ هو متأكل. هذا يصدق انه في تحري إيه؟ يعني يصدق انه انا بس بعد شكيت انه طلع الفجر ولا لا م. في مش شاكك كمان حتى انا قاطع انه بعد و... في واضح يعني انه انا هون إيه؟ فقت وبعرف الوقت وشايف الوقت ومتاكد من الوقت صحيح. بس غايه الامر غلبني مم. الامر وسأ... وراحت فهذا لا اشكال عليه يعني اذا يصدق عنوان التحربه في مشكله يعني بحك. والفحص ما حكم تاخير الصلاه بدون سبب يعني طبعا ما لم يؤخرها الى فوق... الى خروج وقتها فهو في كراهه ويقل ثوابها كما جاء في الحديث الصلاه في اول الوقت بجزور وفي اخره بعصفور الجزور يعني الجمل والعصفور يعني الله عم بيشبه ثواب التعجيل بانه ثواب كبير قد الجمل والتاخير اذا صلى باخر الوقت فيها ثواب بس ثواب صغير قد العصفور فإذا قارنا بين العصفور والجمل في فرق كبير كثير. نعم. هذا هو، أما نعم إذا أخرها إلى أن خرج الوقت، هنا يحرم عليه ذلك وصار مأثوما. طبعا إذا تعمد هل الحكم بهالحاله سمعت الشيخ انه بيصير كحكم تارك الصلاه يعني مش يعني من ترك صلاه لا مش تارك الصلاه كمثل مثل هذا المتمرد اللي ما بيصلي ولا شيء اكيد الله سبحانه وتعالى ما بيتعاطى معهم بنفس الطريقه يعني واحد اصلا ما بيصلي واحد بيصلي بس ثابت يوم إيه لا قصدي انه يعني آه يعني واحد كل الفترة مثلا بعد الظهر أدن الظهر وبقي حتى غروب الشمس بدون صلاة هو عامل هيك يعني ما عنده شيء قصدي فينا نقول انه تارك صلاه جزئي هذا الشخص هو تارك صلاه ايه تارك. لانه متعمد تاخيرها نعم هذا بذلك عم نقول اذا تعمد تاخيرها فهو إيه بس ليس كحكم من مش انه من حكم من تارك, تارك, الصلاة تارك الصلاه بالمره الصلاة اكيد يعني م. ما حكم من قام من السجود إلى القيام دون جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية لا إشكال في ذلك وإن كان يستحب الجلوس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية لكن بين السجدتين الأولى والثانية يجب أن يجلس يجب جلسة هذه الجلسة الخفيفة يعني. وهي يعبر عنها بجلسة الاستراحة بين السجدتين لابد من الجلسة لكن بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التالية لا إشكال في ترك الجلوس وإن كان الجلوس أفضل ومستحب أه الطلاق بسبب الوضع الصحي والمالي خلافنا أه يعني شو ما كان يعني عم تقول انه هو زوجها اللي طلقها عم يجي لحتى يدير باله عليها ومدري شو وحصل الطلاق بسبب انه ما في معه مصاري لحتى يفتح بيت وشي من القبيل هذا شو ما كانت الاسباب مهم حصل الطلاق صحيح شيخنا يعني اذا حصل طلاق بغض النظر عن سبب الطلاق ما دام تم الطلاق ياتي باي عنوان يقيم علاقة معها بأي عنوان لا إنه قبل ما تخلص مد شو اسمه عدتها فبترجع زوجي له مشان إذا كان بقصد الرجوع؟ إيه إذا آه كان آه. بقصد الرجوع؟ نعم آه إذا, إذا كان إذا ملتفت علاقة إلى هذا بغير, بق... ب... بغير قصد الرجوع عن السيد عن سمعت السيد فضل الله ما بيشكل ذكرتم قبل قليل أن الحيض ليس مرضاً فلماذا يتوجب على البنت إعادة الصوم بعد رمضان؟ قلنا لانه من شروط صحه الصوم ان تكون خاليه من الحدث الاكبر كالحيض والنفاس القرآن بيقول أه بالسفر بي او المرض هذاك شيء الله بالقران ما قال لي صلي ركعتين الصبح قال اقيموا الصلاه ما قال لي صلي الصبح ركعتين ولا قال لي صلي الظهر اربع ركعات ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاثه ليش عم نصلي هيك نحن؟ عندما أنه كان... النبي قال نعم عندما كان التكليف بالإفطار لم يكن هناك شرط التعب والمشقة. <applause> <applause> ما عم نحكي لا مجد أبي تعب، <applause> لا أنا ما سؤال ذكرت سؤال جديد آه. <applause> ذكرت عن نفس الحيض لا. لا أنه إذا كان التكليف بالإفطار وقت اللي أنه آه المرض والسفر من كان منكم مريضاً أو على سفر أو السفر. على سفر <applause> موضوع التعب والمشقة ما كان مذكور ما نرجع لنفس الشيء والان مح... ما عم ما حدا عم يحكي عن التعب والمشقه، ولذلك الان الاسفار مريحه مم. في غالبيتها مريحه، انت بتطلع بالطياره او بتطلع بالبولمان او بتطلع بتاكسي مكيفه مرفهه وما بصير عليك شيء، مع ذلك بدك تفطر اذا قاطع مسافه سفر. صحيح. كل شكر والتحيه لكم سماحه الشيخ زهير قوصان بنهايه لقاءنا اليوم. أيضا الشكر موصول لكم أعزائنا نلقاكم غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته